بسم الله الرحمن الرحيم شباب رابعة طب الزقازيق النهاردة ان شاء الله مع بعض هنكمل الكدني ومعانا النهاردة عنوان النيفروتيك سندروم. ده عبارة عن مرض يا شباب كل ميزته ان هو فيه جنرالايزد اديمة ماسكة الجسم كله واليورين مليان بروتين يعني هيكون فيه هيفي بروتينوريا وعنده كمان اديمة جديدة جدا ودي عبارة عن الكلاسيكال كلينيكال بيكتشر اللي العيان بيجي بيها العيادة ده عبارة عن واحد منفخ زائد ان هو عنده اليورين بيكون مرغي كده الام بتقولك يا دكتور الحقني الواد ده البول بتاعه مرغي او في حبة رغاوي كده بسبب طبعا وجود البروتين فيه النيفروتيك سندروم كديفينيشن قالك في الكتاب ان هي عبارة عن كلينيكو لابوراتوري ديفينيشن يعني من الاخر انا هقدر اعرفها عن طريق حاجات هشوفها بعناية وحاجات هشوفها في الانفستيجيشن على مستوى الكلينيكال انا هلاقي عند الواد دوت حاجه اسمها جنرالايزد ايديما وفرق بقى معايا بين هذه الايديما والايديما الخاصه بالنيفريتيك سندروم دي عباره عن ايديما جنرالايزد اما في النيفريتيك كانت بتبدا بس فين حوالين الايه حوالين العين رقم 2 قال لك عنده حاجه اسمها هيفي بروتينوريا وده معناه ان البول بقى مليان بروتين ده هيعمل ايه ده هيعمل عنده هايبو بروتينيميا عنيفة بالذات نقص الالبيومين يبقى من الاخر العيل دوت عنده بروتين في البول كتير البروتين في الدم قليل وعنده حاجة اسمها جنرالايز اديمة زائد رابع حاجة معايا على مستوى اللاب حاجة اسمها هايبر ليبيديميا عنده الليبيدز هتزيد في الدم ايا كان بقى على هيئة كوليسترول او على هيئة ترايجليسرايدز اهم حاجة بس ده كده عبارة عن الديفينيشن بتاعي خلي بالك من حاجة فرق في الامتحان بين كلمة definition وبين كلمة حاجة اسمها diagnostic triad كلمة diagnostic triad يعني ثلاثي انا هقدر اشخص به المرض والله لو قالك في الامتحان هو عاوز definition فهو عبارة عن اربع حاجات عبارة عن إديمة وهيفي بروتينوريا هايبو البيومينيميا وهايبر ليبيديميا ولكن لو قالك الدياجنوستيك ترياد ايه قول له اول ثلاثة بس الإديمة والبروتينوريا ونقص الألبيومين لأن الهايبر ليبيديميا وإن كانت بتحصل في معظم الحالات إلا أنها لا تعتبر من الثلاثي التشخيصي بتاعي أنا بشخص بأول ثلاث حاجات دي جات ما جاتش مش بتاعتي هي في معظم الحالات بتزيد وهنعرف ليه ولكن ليست من ضمن الدياجنوستيك ترايد اللي بعدها ده عبارة عن مرض الانسنس بتاعه ايه قالك هو بيحصل طبعا في الولاد اكتر من البنات بمرتين كمان بيجي امتى بيجي قالك اقل من 6 سنين يعني من اول سنة لحد 6 سنين خلي بالك وفرق معايا ده معناه ان قبل ما الواد يخش المدرسة هيجيله نيفروتيك سندروم بعد ما يخش المدرسة هيجيله نيفروتيك سندروم طبعا ده يا معه في الغالب دي عبارة عن انسنس في الغالب وده بيحصل في 1 إلى 50 ألف طفل يعني كل 50 ألف طفل يكون عندهم واحد بس عنده نيفروتيك سندروم فرق طبعا بين النيفريتيك كان معدل عالي جدا كان 90% من امراض الكلى عبارة عن نيفريتيك ولكن النيفروتيك عبارة عن 1 إلى 50 ألف طفل الكوز بتاعي ايه قالك سبب المرض دوت في الامتحان كده في الامتحان توضح له وتبين له ان هذا المرض ايديوباثيك يعني لحد النهاردة احنا ما قدرناش نعرف سبب ليه ولكن يعتقد العلماء بعض الثيوريز بتعتقد ان المشكلة كلها في التيسل طب دي بتعمل ايه يعني قالك بتتهبل فتطلع حاجة اسمها السيتوكاينز بتعمل ايه قالك السيتوكاينز بتروح تضرب الفلتر بتاعي فاكر لما قلنا في اول الحصة ان انت عندك حاجة اسمها فلتر في الكلية عبارة عن الاندوثيليوم وكان تحته البيزمنت ممبرين وكان تحته حاجة اسمها البودوسايت فاكر انت في الكلام دوت قالك بقى اهي بقى السيتوكاينز ديت هتروح تضرب مين تضرب البيزمنت ممبرين وتضرب البودوسايتس فالفلتر اللي كان بيمنع مرور البروتين لليورين اتضرب فالبروتين نزل كله في اليورين قالك ده عبارة عن ثيوري احنا بنعتقد ان هي اللي بتعمل كده طب يا دكتور ايه يعني اللي مخلي العلماء بيعتقدوا قوي يعني ان الاميونيتي هي سبب في كده برغم ان مفيش دليل واضح قدامنا ان الاميونيتي هي السبب قالك اصل هذا المرض بيستجيب دراماتيك ريسبونس الى الكورتيزون يعني من الاخر لما بدي كورتيزون الواد دوت بيقوم بيفوق زي الفل ده معناه ان الانتي اميون اكشن بتاع الكورتيزون عالج لي الاميون المشكلة الاميونية اللي هنا واضح خلصنا كلام الحوار دوت قالك بقى يا جماعة التايبس ايه اللي عندي التايبس يا شباب عبارة عن سؤال مهم جدا على مستوى الام سي كيو وعلى مستوى كمان الريتن
فخلي بقى بالك معاك عشان خاطر الحوار ده مهم. التايبس اللي عندك بكل بساطه يا اما يكون النيفروتيك سندروم جات له ده برايمري، يا اما تكون جايه له سكندري، يا اما تكون كونجنيتال، يا اما تكون بادئه في الكليه، يا اما يكون في مشكله في الجسم وراحت للكليه، يا اما العيل اصلا يتولد بيها. السؤال ده مهم جدا جدا، انا هلمه معاك بعد شويه، ولكن هو سؤال مهم جدا جدا وخلي بالك منه. التايبس بتاعت النيفروتيك سندروم، يلا مع بعض بقى نفصل التايبس اوف نيفروتيك سندروم. يلا بسم الله. التايبس اوف نيفروتيك سندروم، قال لك والله التايبس اللي عندي يا اما يكون حاجه برايمري او ايديوباثيك، يا اما سكندري، يا اما كونجنيتال. في الاطفال انا يهمني اكتر النوع دوت البرايمري او الايديوباثيك، لان من الاخر اشهر حالات بتيجي في الاطفال بتكون برايمري او ايديوباثيك. طيب البرايمري او الايديوباثيك بيقسم الى 3 انواع، وهذه الانواع يا شباب مقسمه على حسب الباثولوجي اللي بيحصل. فقال لك يا اما يكون المرض دوت يكون اسمه مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم، تاني مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم، يا اما يكون اسمه فوكال سيجمنتال نيفروتيك سندروم، يا اما يكون اسمه ممبرينو نيفروباثي نيفروتيك سندروم. تاني يا اما يكون اسمه مينيمال تشينج، يا اما يكون فوكال سيجمنتال، يا اما يكون ممبرينو نيفروباثي. وانا قلت ان هذه التقسيمة مقسمة على حسب الباثولوجي، على حسب الجزء اللي اتضرب جوه الكلية. طيب واحدة واحدة كده مع بعض. المينيمال تشينج نيفروتيك سندروم من اسمها، والله على مستوى اللايت ميكروسكوب انا ما بشوفش اي حاجة، بيكون الكلية واضحة كأنها سليمة، ولكن على مستوى الالكترون ميكروسكوب انا بلاقي عنده مشكلة في البودوسايتس. قالك في الكتاب ان البودوسايتس بتكون فيها فيوجن، وممكن تلاقيها في مصادر تانية بعنوان الافيسمنت، يعني من الاخر البودوسايتس فيها مشكلة ادت الى مرور البول عبر اليورين. يبقى اذا يا جماعة المينيمال تشينج دوت اللي على المستوى اللايت مفيهوش حاجة، على مستوى الالكترون ميكروسكوب هلاقي ان انا عندي مشكلة في البودوسايتس. طيب ولكن يا شباب بصراحة يعني المينيمال تشينج دوت مرض يعني الانسنس بتاعه عبارة عن 90% بيحصل اكتر من الباقيين دول بنسبة 90%، ومن حسن الحظ الحمد لله يعني ان البروجنوزز بتاعه بيكون اكتر من 95% من الاطفال بيستجيبوا للعلاج الدراماتيك بتاعي الا وهو الكورتيزون. هتلاقي عندك البريدنيزينون ده عبارة عن طبعا ده عبارة عن نوع انواع الكورتيزون. قال لك من الاخر يعني ان المينيمال تشينج عبارة عن مرض مينيمال، يعني من الاخر بيكون الاثر اللي على الكلية بسيط جدا، لدرجة ان انا مش بشوفه على مستوى ال ام، بشوفه على مستوى بس الاي ام اللي هو الالكترون ميكروسكوب. وكمان يا شباب قال لك ان انا عندي الانسنس بتاعه بيكون عالي جدا، ومن حسن الحظ ان البروجنوزس اللي عندي هو افضلهم في البروجنوزس، اكتر من 95% من الاطفال بيستجيبوا للعلاج بتاعي. طيب الفوكال سيجمنتال نيفروتيك سندروم هو سمي فوكال ليه؟ قال لك فرق كبير بين كلمه فوكال وسيجمنتال. بصوا يا رجاله، كلمه فوكال معناها ان هو مش هيروح لكل الجلوميرولاي، ده هيروح ينشن على جلوميرولاي معينه، يعني من الاخر الكليه هيروح يعلم فيها على مناطق معينه، في الغالب بيكونوا الديبر، بيكونوا الديبر. طيب طب سيجمنتال يعني ايه؟ يعني لما يروح للجلوميرولاي مش هيضربها كلها، ده هيختار اماكن معينه، سيجمنتس معينه وهيضرب فيها، اسمه فوكال سيجمنتال. ولكن هذه الاس مش بس سيجمنتال، دي بتحمل كمان مصيبه الا وهي سكليروتيك، ده عباره عن مرض بيحصل فيه فايبروزس عنيف، وهذا الفايبروزس شباب هو اللي بيخليه المشاكل بقى، ده أسوأ انواع البرايمري نيفروتيك سندروم في بروجنوزس. قال لك 20% بس اللي بيستجيبوا معاه للعلاج، اما الباقيين قال لك بيحصل معاهم مشاكل كتيره جدا. السر ورا كلمه سكليروتيك لان حصل فايبروزس عنيف، التيشو بتاع الكليه باظ خلاص ما بقتش قادر اصلحه. ده يا جماعه الفوكال سيجمنتال نيفروتيك سندروم. اخر حاجه اسمها ممبرينو نيفروباثي نيفروتيك سندروم، ده عباره عن مرض بيجي اكتر في الادلت مش في الاطفال، وبيكون متبوع او بيكون مصاحب للمالجنانسي اللي هي التيومرز يا اولاد. فبقى انت افتكر معايا ان الام اللي هو الممبرينو نيفروباثي بيجي مع الام اللي هو المالجنانسي زي الليمفوما واللوكيميا اللي موجودين في الاطفال.
خلصنا كده خلاص من انواع البرايمري او الايديوباثيك نيفروتيك سندروم مينيمال تشينج فوكال سيجمنتال ممبرين ونيفروباسي. انت ممكن تلاقي بعد شويه او في مصدر تاني تلاقي ان الممبرين ونيفروباسي بيقولوا عليه حاجه تانية، بيقولوا عليه جلوميريولو او انا اسف بيقولوا عليه مش عارف ممبرينو بروليفراتيف. بص هو واحد، هي في الاخر او جلوميريولو بروليفراتيف، هو دي انواع من بعض، بس هم انواع من بعض، فهو يعني ايه الدنيا ما توهكش الكلام مش عكس بعضه. طيب خلصنا كده خلاص من انواع البرايمري او الايديوباثيك نيفروتيك سندروم. نخش بقى شباب على انواع السكندري نيفروتيك سندروم. بص هو قال لك السكندري معناها ان هو كان في مشكله كبيره في الكليه ثانيه، انا اسف في الجسم ثانيه وراحت للكليه، فقال لك بقى امراض كتير زي الانفكشن، لو انا مثلا بعد الجلوميرولونيفرايتس او بعد تيومر او باخد دواء معين زي البريسلامين او في بويزننج بالهيفي ميتالز زي الجولد مثلا، او في حاجه اسمها انفلاكسس زي مثلا ان النحله ارتست دوت، دي كلها حاجات سكندري. انا جمعتها لك بقى عشان خاطر ما تنساهاش، عشان خاطر الكلام ده مهم، جمعتها لك في كلمه نحله. ايه بقى الحوار دوت؟ قالك ما انت خلي بالك ان من اشهر حاجات ممكن تجيب لك سكندري نيفروتيك سندروم هي النحله. يعني ايه النحله؟ الاسم كله على بعضه، النحله اللي هو الاسم كله على بعضه، اللي هي يا اولاد البي ستينج، يحصل منها انافلاكسز يقلب معايا بمشكله في الكليه نيفروتيك سندروم. دي اول حاجه. طب رقم اتنين قالك الان ديت ممكن تكون نيوبلازم، الواد عنده تيومر، عنده لوكيميا، عنده ليمفوما، قلبت معاه بنيفروتيك سندروم. اللي بعدها قال لك الان دي ممكن تكون انفكشن، الواد دوت جاله دور برد قلب معاه بنيفروتيك سندروم، او جاله اشهر انفكشن خدناها في الكليه اللي هي البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، قلبت معاه بنيفروتيك سندروم. طب الاتش، قال لك الاتش الهيفي ميتالز، الواد دوت جاله بويزننج زي الجولد مثلا. الاتش كمان ممكن تفسر لك حاجه اسمها الاتش اس بي الهينوخوشن لاين بيربورا، دي عباره برضو عن مرض بيجيله ويقلب معاه بنيفروتيك سندروم. طب السؤال ال بتعبر عن ايه؟ قال لك ال ما تنساش اللوبس، يكون عنده اصلا سيستميك لوبس ويقلب معاه بنيفروتيك سندروم. طيب الاي عباره عن ايه؟ قال لك الاي هي الادويه، زي مين كده؟ قال لك زي حاجه اسمها الدي بنسلامين وحاجه اسمها الفينيتوين. بصوا يا رجاله، هو انت ممكن تعدي على هذا الكلام مرور الكرام، كلمه نحله بس عشان خاطر اسهل عليك ان السكندري تقدر تجمع في الامتحان درجات، تمام؟ النحله تاني مع بعض، نحله كلها على بعضها النحله، يعني بيستنج انافلاكسز، طب الان نيوبلازم، طب الان انفكشن زي جلوميرولونيفرايتس، طب الاتش دي عباره عن هيفي ميتال زي الجولد، الاتش هينوكشن لاين بيربورا، ال ده اللوبس سيستميك لوبس اريثروماتوزس، طب الاي دي عباره عن ادويه زي الدي بنسلامين والفينيتوين. وانا بصراحه كنت استغربت، يعني استغربت اشمعنى يعني الدي بنسلامين هيقلب معاه بنيفروتيك سندروم. لقيت يا شباب ان اصلا الدي بنسلامين ساعات بيستخدم في علاج الحصوات او البريفنشن بتاع الحصوات، يبقى الراجل اصلا رايح، الواد ده رايح اصلا يتعالج من الحصوات ويجي له بعدها ايه؟ يجي له بعدها نيفروتيك سندروم. واضح؟ دي كده عباره عن السكندري نيفروتيك سندروم. نخش بقى على اخر حاجه الكونجنيتال. قال لك والله دي كونجنيتال، يا اما تيجي للعيل النيوترو يعني جوه الرحم، يا اما يكون في اول شهور فيرست مانثس اوف لايف. المهم يعني اهم حاجه فيها عشان خاطر بس الام سي كيو، قال لك كونجنيتال يعني عنده مشكله في الجين. الجين مين بقى؟ قال لك عنده مشكله في حاجه اسمها النفرين جين او النفرين جين، يعمل له سندروم اسمها الفينش سندروم. تمام، انا كده خلصت معاك صفحه كامله والله، الصفحه مهمه على مستوى الام سي كيو على مستوى النظر مع بعض تاني. يلا التايبس، على فكره يا شباب ممكن لك تايبس او يقول لك الكلاسيفيكيشن، تايبس او كلاسيفيكيشن اوف نيفروتيك سندروم، يا اما برايمري يا اما سكندري يا اما كونجنيتال. كلمه برايمري معناها ايديوباثيك ودي اشهر حاجه في الاطفال، يا اما تكون مينيمال تشينج يا اما تكون فوكال سيجمنتال يا اما تكون ميمبرين ونيفروباسي. احسن واحده فيهم هي المينيمال تشينج. مينيمال تشينج يعني على اللايت ما فيهاش حاجه، على الالكترون فيها بودوسايتس فيوجن. من حسن الحظ الحمد لله ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى ان المينيمال تشينج هي اكثرهم شيوعا واحسنهم علاجا.
90% بروجنوزس 90% انسيدنس. اللي بعدها الفوكال سيجمنتال، هذا الاس خطير اصله سكليروتيك، يعني بيحصل فيه انفلاميشن او فايبروزس بيعمل لك مشكله في الكليه يخلي بس البروز بتاعي 20%. الاخر حاجه كان عندك حاجه اسمها ميمبرون نيفروسي، خلصنا منها خلاص. السكند قلنا مجموعين في كلمه نحله، وفصل انت بقى في الكتاب يلا عندك كده عندك في السكيما يلا. اخر حاجه الكونجينيتال، قال لك مشكله في النفرين جين يعمل لك سندروم اسمها فينيش سندروم. كده خلصنا الحمد لله من حاجه اسمها تايبس اوف نيفروتيك سندروم او الكلاسيفيكيشن اوف نيفروتيك سندروم. يلا ما بقى ناخد حاجه اسمها الباثوجينيسيس. يلا كده يا جماعه مع بعض ان شاء الله ناخد الباثوجينيسيس. قال لك والله كل الفكره ان انا عندي كيدني انجري، هذه الانجري خلت الكيدني تسرب بروتين بقى عنده هيفي بروتينوريا. طيب هذه الهيفي بروتينوريا يعني البروتين اللي ينزل في البول حاجه من الاثنين، يا اما هينزل حاجات معينه يعني سيلكتيف، وده لو الاثر او الضرر على الكيدني قليل هتنزل بس اللو موليكولار ويت بروتينز زي مثلا الالبيومين، فيكون الشخص ده عنده هايبو البيومينيميا بيور الالبيومين بس اللي وقع بسبب وزنه الخفيف وحجمه الصغير. وخلي بالك بس دي مش في كتاب عندك، ان اللو مولكولار ويت من ضمنهم الاي جي جي مش الام، الام حجمه كبير، الاي جي جي هينزل برضو مع البول. المهم يعني يا اما تكون نون سيلكتيف يعني من الاخر هيقع عندك في البول اللو مولكولار ويت والهاي مولكولار ويت، وده بيحصل لو الحاله متاثره جدا يعني. طيب اهم حاجه بس لما البروتين يفضل ينزل في البول هيكون عنده كمان هايبو بروتينيميا، دي بقى اللي هتعمل المشاكل اللي هو هيجي بيها. ازاي يعني؟ قال لك والله عنده نقص في البروتين في الدم فده هيقلل الاسموتيك بريشر بتاعه. طيب لما يقل عنده الضغط الاسموزي اللي جوه الدم ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيحصل والله ان الفلويد اللي موجود في البلد هيطلع بره للتيشوز اللي بره. طب ده يعمل لك ايه برضه؟ قال لك والله ده يعمل لك حاجتين، ده يعمل لك إديمة لان التشو طلع لبره فيعمل لك إديمة، وبتكون في الاول عبارة عن إديمة بتيجي بس في الاماكن الخفيفة بري اوربيتال، او بتيجي في حاجة اسمها الديبندنت ارياز يعني الارياز اللي معرضة للجاذبية في الجسم، لو هو عيل واقف تيجي في رجليه من تحت، لو هو نايم دايما على ظهره تجيله في الساكرا الاريا، ايا كان بقى تمام. دي الإديمة بتبدأ الاول كده بس مع الوقت تتحول لجنرايزد إديمة. ومش بس المشكله لما الفلويد دوت يحصل له كده شيفتنج بره ويعمل لك إديمة، ده كمان بينقص البلاد فوليوم. طيب لما انا اقلل البلاد فوليوم قال لك ده بيستفز جهازين في الجسم، بيستفز الاي دي اتش بيخلي البيتيوتري يستفز اي دي اتش، وكمان بيستفز الجاكستا جلوميرولار اباريتس. لما الاي دي اتش يطلع ما هو بيعمل ايه؟ ما هو اسمه انتي ديوريتيك، يعني هيطلع يحبس ميه جوه الدم اكتر فيخلي الاديمه تزيد اكتر. والله الجاكستا جلوميرال اباريتس هيزود الرينين انجيوتنسن فيزود السولت اند ووتر ريتينشن فيزود الاديمه برضه. واضح يا شباب؟ يبقى زي يا جماعه الهايبروتينيميا عباره عن حلقه مفرغه، نزل البروتين في البول قل البروتين في الدم، نقص الضغط الاسموزي اللي عندي فخلى كل الفلويد اللي جوه الدم او معظمه يعني انا اسف يطلع بره في التيشوز اللي بره فيعمل له إديمة. تبدأ فين؟ تبدأ في اللاكس تيشوز يعني تبدأ مثلا حوالين العين في أي مكان فيه النسيج متقبل لامتلاءه بالمية، وتقلب مع الوقت بجنرايز إديمة. مش بس المشكلة الشخص دوت عنده حجم البلد قل يحصل له نقص في البلد فوليوم، قال لك فده يستفز عندك حتتين، يستفز خروج الاي دي اتش ويستفز عمل الجاكستا جلوميرولار اباريتس. فلما الاي دي اتش يشتغل والجاكستا جلوميرولار اباريتس يشتغل هما الاثنين هيعملوا مشاكل تخلي القديمه تزيد اكتر والله، عشان خاطر يقدروا يعوضوا ضغط الدم اللوتي دوت. طيب نخش، ده كله كلام طبيعي ومفهوم، الفكره بس هو ليه نقص البروتين يعمل زياده في الليبيد؟ قال لك الفكره كلها يا شباب ان نقص البروتين دوت اللي هو الهايبوبروتينيميا بتخلي هايبر ليبيديميا لسببين. والله يا جماعه لما بينقص الهايبو بروتين لما ينقص البروتين بيستفز الليفر فيبدا الليفر يصنع بروتينز كتير اللي من ضمنها اللايبو بروتينز، فاللايبو بروتين يزيد فالدهون تزيد. يا دكتور لو كده يعني ما المفروض يعني لما الليفر يستفز ويطلع بروتينز كتير المفروض ما دام اللايبوبروتين زاد يبقى الالبيومين يزيد وكله يتعدل وزي الفل اهو؟ قالك لا،
الميزه بس في الليبر بروتين ايه؟ ان هو ما بيطلعش في البول، فالليفر بيفرز بروتينات كتير كلها بتنزل في البول ما عدا اللايبو. ايه اللايبو بروتين؟ يزود الليبيد. مش بس كده، مش احنا قلنا ان احنا عندنا كل البروتينات بتنزل في البول ما عدا اللايبو بروتين؟ اه. قالك في بروتين كمان بينزل في البول اسمه اللايبو بروتين لايبيز، يعني الانزيم اللي كان مسؤول عن تكسير اللايبو بروتين نزل في البول، فاللايبو بروتين بقى واخد راحته. والله ده معناه يا شباب ان الهايبرليبيديميا كلها جايه من زياده اللايبو بروتين. طب السؤال، هو اللايبو بروتين زاد في الجسم ليه؟ قال لك اصل الليفر لما نقص عنده باقي البروتينات استفز، ففضل يفرز في بروتينات من ضمنها اللايبو بروتين اللي ما بينزلش في البول. رقم 2، يبقى يا جماعه تصنيعه زاد. رقم 2، تكسيره قل، لان اللايبو بروتين لايبيز اللي كان مسؤول عن تكسير اللايبو بروتين نزل في البول مع باقي البروتينز، فكمان ده زود اللايبو بروتين اكتر، فزود في عمل هايبرليبيديميا سواء على هيئه تريجلسرايدز او على هيئه كوليسترول او الاثنين عادي يعني. واضح دي كده الباثو جينيسيس اللي عندي. بسم الله، يلا يا شباب مع بعض كده الكلينيكال بيكتشر. قال لك هي عباره عن اديما زائد كومبليكيشن، يعني من الاخر انت هتلاقي عندك في مذكره انا مديك صفحتين كاملين كلينيكال بيكتشر اند كومبليكيشن. من الاخر اختصارهم ان الكلينيكال بيكتشر عباره عن اديما زائد كومبليكيشن، حتى لو هو هتلاقيه حاطط لك في الكلينيكال بيكتشر عناصر هي اصلا كومبليكيشن. تمام. طيب اول حاجه يا جماعه هنمشي معاك واحده واحده وهشرح لك كل كلينيكال بيكتشر جت ازاي، وفي الاخر ان شاء الله هقول لك سكيما الملك بيها الموضوع كله، ما تقلقش يعني. رقم 1، الاديمه ده اول عرض بيظهر على المريض دوت. اهم حاجه بس، هذه الاديمه سببها ايه؟ سببها نقص البروتين جوه الدم، يعني من الاخر نقص الاوزموتيك بريشر. طيب بتبدا الاول بتكون سلايتلي، يعني بتكون منتشره بس في اللاكس تيشوز اند الديبندنت ارياز، يعني العيل بالاول بيكون حوالين عينيه منفخ، ولو هو مثلا بينام على ظهره يبقى السكره الاريا عنده منفخه. طيب مع الوقت بقى بتبدا الاديمه تزيد لما البروتين يبدا ينزل في البول كتير، فيبدا عنده يجي له اديمه في اللنج، يعمل حاجه اسمها بلورال افيوجن، يعمل له حاجه يعمل له ديزنيا، الواد مش قادر ياخد نفسه. رقم 2، تزيد في البطن، تعمل له اسايتس، لحد ما يوصل الامر بيه ان كل الاماكن عنده تكون منفخه، لدرجه ان السكروتم او حتى الفيمناين جينيتاليا هما الاثنين بيكون عندهم انتفاخ كده وعندهم اديمه بتوصل لحد الاورجنز. فقال لك او السكشوال اورجنز يعني، فقال لك الاديمه بتبدا الاول سلايتلي وبعد كده تبدا تنتشر في الجسم كله. الحاجه اللي بعدها الكومبليكيشن، بيجي له انفكشن بصوره متكرره. طب السؤال بس، الانفكشن بتيجي كتير ليه؟ قال لك لان من الاخر كل الوسائل اللي ممكن تساعد على الانفكشن حاصله. يعني رقم 1، هو عنده نقص في الاميونوجلوبولين، لان قلنا يا جماعه بتمشي مع البروتينز وتنزل جوه البول عادي. طب رقم 2، قال لك طب ما انت عندك الكومبلمنت اللي هو جزء من اجزاء المناعه، هو كمان في بروتين بينزل مع البول. طب رقم 3، ده انت حتى عندك زياده الميه، زياده الاديمه جوه التشو، ده بيخلي البكتيريا كده فرحانه وبتنتعش من الفرحه، عشان خاطر يا شباب الميه كتير بتجيب انفكشن كتير. قال لك اللي بعدها الدراج كومبليكيشن، احنا نعرف ان شاء الله يا شباب ان علاج النيفروتيك سندروم ان وان وورد هو الكورتيزون، وكلنا عارفين ان الكورتيزون بيقلل المناعه، فده كلها عباره عن وسائل او بيئه مناسبه لنمو البكتيريا او الانفكشن. تاني مع بعض، الانفكشن جت ليه؟ بسبب نقص الاميونوجلوبولينز، بسبب نقص الكومبلمنت، بسبب زياده الميه في التيشوز، بسبب الدراج ذات نفسه هو اللي بيعمل كمان نقص في المناعه. قال لك اللي بيجي لك فعلا كانفكشن اكتر هي البكتيريا المستغله اللي بتنتهز فرصه ان الجسم مناعته ضعيفه وبتيجي، زي النيوموكوكاي، زي الايكولاي، زي الهيموفيلس انفلونزا، زي الستاف اوريوس، دي كلها عباره عن بكتيريات بتيجي لما بتنقص عندك المناعه. الحاجه اللي بعدها الثرومبوزس. السؤال، هو ليه في ثرومبوزس؟ قال لك اصل انت عندك كل الوسائل المساعده بتحصل، يعني عندك نقص في البلاد فوليوم لان كل الميه راحت جوه التيشوز، فحصل لك حاجه اسمها سلاجش سيركيوليشن، الدم بقى بطيء في السريان، واحنا من سنه اولى عارفين ان اي تغير في معدل او في سرعه سريان الدم ممكن تؤدي الى حدوث جلطه. طب ده بيعمل جلطه والله. طب رقم 2، طب ما انت عارف ان كل البروتين بيطلع في البول اللي من ضمنها بروتين اسمه الانتي ثرومبين، اللي هو كان بيعمل كنظام فايبرينوليتيك، يعني نظام مضاد للجلطه،
البروتين دوت قل فالثروم بس هتتكون والله، او بروتين اس وسي هينقصوا برضه فالجلطه تتكون والله. يبقى كل اللي عندك عباره عن حاجات بتعمل جلطات بتسرع نفس الجلطه. كمان عندك زياده البليتلت اجريجيشن، لان اصلا انت عندك سلاجش سيركيوليشن، فيزيد البليتلت اجريجيشن يعمل لك ثرومبوزس. اشهر مكان فين؟ قال لك والله بص عشان اريحك يعني بالاخر، اشهر اماكن فوق خالص يعمل لك سيريبرال كورتكس ثرومبوزس، تحت خالص يعمل لك ديب فين ثرومبوزس، في النص يعمل لك رينال فين ثرومبوزس. يعني الجلطه يا اما فوق خالص يا تحت خالص يا في النص كده. يا جماعه احنا خلصنا منين كمان؟ من الثرومبوزس. خش بقى معايا اللي بعدها، الاكيوت رينال فيلير. السؤال ليه بيحصل اكيوت رينال فيلير؟ الدرس الجاي ان شاء الله هيكون فيه الاكيوت رينال فيلير، وهتعرف ان اكتر حاجه ممكن تعمل له اكيوت رينال فيلير هي الهايبو فوليميا. يعني من الاخر الدم اللي رايح للكليه قليل، ففي هايبو برفيوجن يقلل الجي اف ار، الكليه تبوظ. دي اسمه اكيوت رينال فيلير، وده سبب بريفينال. طيب اللي بعدها ريلابس والدراج كومبليكيشن. كلمه ريلابس معناها انتكاسه المرض. يعني ايه يا شباب؟ يعني الواد دوت يكون ماشي على الكورتيزون والدنيا زي الفل، ومره واحده اشوف البول الاقي ان هو عنده بروتين جوه البول، يا اما وانا بعالجه يا اما immediately افطر ان انا قطعت العلاج. هذه الانتكاسه عباره عن كومبليكيشن للمرض. يا دكتور معلش يعني، طب ما هو اي مرض فيه انتكاسات، اشمعنى دوت بالذات؟ قال لك اصل استنى بس، اصل الريلابس مشهور جدا جدا في النيفوتك سندروم، فانا بنبه ام الطفل ان لو انت لقيتي زلال في البول ده كومبليكيشن اكسبكتد، انا متوقعه. وعلى فكره ده يخلي منك دكتور شاطر، هما كده علمونا يعني ان انت لو انت تعرف ان في كومبليكيشن متوقعه قولها للام، ولو انت تعرف ان في سايد افكت للعلاج قول للام، عشان خاطر لو حصل للعيل من غير ما تقول لها يقول لك دكتور فاشل، دكتور ما عليكش العيل. اما لو حصل للعيل وانت قايل لها تبقى دكتور شاطر والله، ده دكتور ده توقع الحاجه اللي هتحصل وقال لي عليها. فخلي بالك من النقطه ديت، ان لو انت تعرف ان في اكسبكتد كومبليكيشن هتحصل، او انت عندك اكسبكتد سايد افكت لعلاج معين، قول للام الطفل. اخر حاجه الدراج كومبليكيشن. طيب بصوا يا رجاله، الدراج كومبليكيشن مهمه جدا، عشان خاطر هنقولها في الكومبليكيشن، ولما ان شاء الله نقول العلاج لو جالك سؤال تريتمنت هتقول له تريتمنت الدراجز، وهتقول له كومبليكيشن اوف ذا دراجز، فخلي بقى بالك. طيب هو ده عنده دراج، هو اصلا بياخد ايه؟ هو بياخد كورتيزون اللي هي كورتيكوستيرويدز، وبياخد كمان حاجه اسمها سايكلو فوسفاميد، وبياخد حاجه اسمها سايكلوسبورين اي. سايكلوسبورين اي عاوزين نعرف هي كل حاجة من دول أعراضها الجانبية إيه؟ الكورتيكوسترويد أعراضها الجانبية مهمة جدا جدا جدا، فخلي بالك. قالك من فوق لتحت والله، الراجل ده أوعدها هيجيله كاتركت في عينيه، طيب في الرقبة هيجيله حاجة اسمها بافالو هم، وكمان هيجيله معاها المون فيس بتاع الكورتيكو بتاع الكورتيكو بتاع كوشنج بتاع الكورتيكوسترويد، وهيجيله كمان حاجة اسمها ترانكال أوبيزيتي. يعني يا جماعه هيكون عنده الكلينيكال بيكتشر بتاعه الكورتيكوسترويد اوفر دوز، الحاجه اللي بعدها او الكوشنج سندروم، الحاجه اللي بعدها اوستيوبروزس، بيبتيك ألسر، ده كله حاجات عباره عن كومبليكيشن اوف كورتيكوسترويد، انت حافظها قبل كده اصلا، رصها عندك ورصها في العلاج. الحاجه اللي بعدها السايكلوفوسفاميد، بيجيب اي بي سي، بيجيب الوبيشيا، بيجيب بون مارو ديبريشن، وكمان بيجيب الاخر حاجه عندي حاجه اسمها سيستايتس، نوع منها اسمه هيموراجيك سيستايتس، في جراحه ان شاء الله اسمه هيموراجيك سيستايتس. السايكلوسبورين ايه؟ السايكلوسبورين ايه عكس السايكلوفوسفاميد، ده كان بيجيب الوبيشيا، ده بيجيب هيرشيتيزم، يعني نمو الشعر عند الانثى في اماكن ماسكولاين اصلا، ده اسمه هيرشيتيزم. ده عرض من ضمن اعراض السايكلوسبورين ايه. كده يا جماعه احنا خلصنا من الكلينيكال بيكتشر. طيب اختصارا بقى عشان خاطر سيادتك تعرف انت تجاوبها، بص كده معايا، انت عندك هنا حاجه اسمها كده سكيما عامه. بص يا شباب، لما يقول لك في الامتحان قول لي الكلينيكال بيكتشر اوف نيفروتيك سندروم، افتكر معايا ورم يتحس، عدوى نحس، جلطه سد، وكلمه ارض. تاني، ورم يتحس، عدوى نحس، جلطه سد، وكلمه ارض. ازاي بقى؟
ورم يتحس. ورم يعني إديمة يتحس. هتكلموا عن مراحل تطور الإديمة، بتبدأ الأول بري أوربيتال، وبعد كده تعمل بلورال إفيوجن أسايتس، تقلب معه بعد كده بالسكروتم مش عارف والجينيتال أورجانز، وبعد كده ممكن تعمل له مشكلة عامة جنرايز إديمة. طب عدوى نحس، عدوى إنفكشن كل أسبابها إيه؟ ودي سهلة، نحس اللي هي إن نحس، عدوى نحس، نحس الان اللي هي النيوموكوكاي، الاي الايكولاي، الاتش اللي هي الهيموفاس انفلونزا، والاس اللي هي الستاف اوريس. كده خلصنا خلاص البكتيريات. وجلطه سد، جلطه اللي هي يعني ايه ولاد؟ الثرومبوزس. اتكلموا بقى عن الثرومبس وبتحصل ليه. اللي بعدها وكلمه ارض، كلمه ارض الاي ار دي، الاي اكيوت رينال فيلير، الار ريلابس، الدي دراج كومبليكيشن. كده احنا خلصنا الكلينيكال بيكتشر كلها والله بالكومبليكيشن كمان، صفحتين كاملين عندك في اربع جمل، ورم يتحس وعدوى نحس وجلطة سد وكلمة ارض. خلصنا كده خلاص شباب من الكلينيكال بيكتشر اند الكومبليكيشن. نخش كده عطيلة مع حاجة اسمها الانفستيجيشن. يلا يا جماعة بإذن الله نخش على الانفستيجيشن اوف نيفروتيك سندروم. احنا نمشي بنفس السكيمة العامة بتاعتنا في كل درس. انت عندك في الكدني كلها انا هعمل انفستيجيشن على مستوى اليورين وعلى مستوى البلد، وفي الاخر هياخد بيوبسي من الكدني. طيب ولما جينا نتكلم عن اليورين قلنا انا هعمل حاجة اسمها سي في اس، هشوف السي اللي هي الكالر والكاستس والكريستلز، هشوف الفي اللي هو الفوليوم، هشوف الاس اللي هي لو في سبستانس معينة هتميز هذا المرض. رقم واحد الكالر اللي عندي، هو ما قالكش في الكتاب ان في كالر مميز، ولكن الام بتيجي تقول يا دكتور البول مرغي بيكون فومي فومي او بيكون كده ايه مبيض شويه. الكاستس شباب، الكاستس انا الطبيعي مش هلاقي كاستس، ولكن امتى هلاقي كاستس في البول في حاله نيفروتيك سندروم؟ لو هي جايه نتيجه نيفروتيك سندروم هلاقي وقتها بقى الار بي سي كاستس قلنا عليها قبل كده، او وايت سيلز كاستس. الكريستالز مش هلاقي. نخش على الفوليوم. هنا الفوليوم يا شباب هنا عنده بوليوريا؟ لا والله، ده هو عنده اصلا عنده هايبوفوليميا لان هو عنده إديمة. ده معناه ان الفوليوم بتاع البول هو كمان مش هيتاثر عندي. نخش بقى على سبستانس مهمه جدا. هنا قال لك الحاجه المميزه ليا البروتين، اني هلاقي بروتين جوه اليورين. طب مين هو البروتين ده يا شباب؟ هلاقي والله البيومين بصوره اساسيه. طب انا عاوز اقيسه، اقيسه قد ايه؟ قال لك بص موضوع القياس دوت انت هتلاقي عندك في الكتاب كل صفحه يجيب لك قياس غير التاني. هي فكره، بص يا جماعه الفكره كلها ايه؟ قال لك انا في ال 24 ساعه في اليوم كله المفروض يطلع الطفل ده يطلع اكتر من 3.5 جرام. يبقى لو انا جمعت البول بتاع اليوم كله تمام؟ طلع عندي فيه اكتر من 3.5 جرام بروتين، ده كده عباره عن نيفروتيك سندروم. طب انا واحد للاسف انا واحد ما بعرفش اجمع البول عند الطفل في اليوم كله، هعمل ايه؟ قال لك خلاص انت ممكن تجمعه في ساعه، ممكن تجمعه في ساعه واحده. قال لك خلاص انا هديك معادله حلوه قوي. المفروض يكون لو هو عنده نيفروتيك يكون عنده اكتر من 40 ملي لكل متر مربع من مساحه سطحه في الساعه. لو انت مش قادر تجمع في ال 24 ساعه خلاص جمع في الساعه الواحده. نفترض الواد دوت مثلا متر ونص مربع، دي يا جماعه قلنا اللي هي سيرفيس اريا اتكلمنا عنها اللي كان في نيفروتيك سندروم. المفروض يكون هو 60 ملي جرام في الساعه. لو طلع هو جاب 80 ملي جرام في اليورين، ده معناه يا شباب ايه؟ ان هو عنده نيفروتيك سندروم. يا دكتور طب الطفل دوت انا مش عارف اقعده اليوم كله ولا عارف اجمع منه البول في ساعه، اعمل ايه؟ قال لك عندي معادله حلوه جدا. عندك خد عينه واحده بس لحظيه كده وقيس في البول نسبه القلب يومين على الكرياتينين. المفروض ده على ده يديك 2 كنسبة. لو هي زادت عن كده ده معناه ان الالبيومين زايد 3-4، ده معناه ان هو عنده نيفروتيك سندروم. يبقى يا جماعة تاني كده موضوع البروتين دوت، انا هقيس الالبيومين في الدم، هقيسه الاول في اليوم الواحد، في اليوم الواحد، وبعد كده هقيسه في الساعة، وبعد كده عينة لحظية. والله في اليوم المفروض يكون اكتر من 3.5 جرام، في الساعة المفروض يكون أكتر من 40 ملي جرام لكل متر مربع في الساعة. في العينة اللحظية هعمل نسبة اسمها الألبيومين على الكرياتينين، المفروض يكون 2، أكتر من 2 يبقى عنده إيه؟ عنده نيفروتيك سندروم. ده كده عبارة عن اليورين. موضوع سهل يعني يا شباب، موضوع سهل. ما تتلخبطش في الأرقام، كلها عبارة عن قياسات واحدة، ولكن أنا بس بقيس في قد إيه. نخش على اللي بعده. البلد. السكيما العامة يا شباب للبلد إني بدور في البلد على المرض
وعلى اللي تفاعل مع المرض وعلى نتائج المرض. رقم واحد المرض، هل في النيفروتيك سندروم في حاجه مميزه؟ لا، ما عندكش اي حاجه مميزه الا لو في اوفرلابنج من النيفرايتس، يعني الطفل اصلا عنده جلوميرولونيفرايتس قلب معاه النيفروتيك سندروم. وقتها انا هبدا ادور في البلد على الانفكشن، اخد بقى سواب، هدور على مثلا شباب، هدور على التتر بتاع الاي اس او تي اللي هو يا شباب الانتي ستريبت لايسن، او هدور على الانتي دي ان ايز، على الانتي دي ان اس بي اللي هي يا جماعه الانفكشن، الانفكشن باراميترز بتاعه النيفيتك سندروم. طيب نتائج المرض، اول حاجه السي بي سي. هنا يا شباب انا كان عندي في النيفيتك حاجه اسمها دايليوشنال انيميا، لان الدم الميه فيه زادت فالهيموجلوبين اتخفف. هنا يا شباب العكس، هنا انا عندي ايه؟ قال لك هنا انا عندي زياده في الهيماتوكريت. هل لانه بياكل حديد كتير؟ لا والله، هو عنده مشكله ان هو عنده نقص في الميه في الدم، هايبوفوليميا، فزود نسبه الهيماتوكريت ونسبه الهيموجلوبين جوه عنده في الدم. طيب البروتين هلاقيه، هلاقيه عالي والله، اكتر من 2.5 ملي جرام لكل دي سي. اللي بعده الليبيد هلاقي ايه؟ هلاقيها عاليه، قلنا خلاص التي جي اي او الكوليسترول هم الاثنين عاليين. يا شباب طب انا ممكن ادور على ايه تاني جوه البلد؟ دور على الاي اس ار، هتلاقيه عالي والله عشان خاطر اللي فيه انفكشن عنده، لو هو مثلا ايه بعد النيفرايتس او كده. خلصنا كده خلاص من البلد. نخش بقى يا جماعه امتى انا هاخد بيوبسي؟ قال لك والله لو انت عندك مشكله في الريسبونس او عندك مشكله في البرزنتيشن. يعني ايه؟ يعني انا عمال اعالج في الولاد دوت وفي الاخر انا عندي نو ريسبونس، عمال املاه كورتيزون ومش بيستجيب ليا ولا زال البروتين في البول، او في ريسبونس بس عنده فريكوانت ريلابسز، كل ما يتعدل شويه يرجع تاني. هنا بقى انا اقول لا ده في مشكله، النوع دوت مش مينيمال تشينج، ده ممكن يكون فوكال سيجمنتال، فابدا اغير في ايه في نظام العلاج. يا اما يجي لي باتيبيكال برزنتيشن، هبدا اشك بقى اهو، اشك لو هو جاي لي بكرياتينين عالي، ده معناه ان الكيدي فانكشن فيها مشكله، او عنده هيماتوريا عنيفه جروس هيماتوريا، او عنده هايبر تنشن عنيف، دي كلها حاجات تخليني اشك والله. او الايج غريب شويه، يعني ايه؟ الاقي عيل جاي لي عنده 15 سنه بنيفروتيك سندروم، انا خدت ان هي اصلا من كام لكام، دي من 1 لحد 6، الاقي عيل جاي لي عنده 15 سنه وهو عنده نيفروتيك سندروم، دي حاجه غريبه، هضطر اخد بيوبسي. او في نيونات عند عيل عنده 4 شهور وعنده نيفروتيك سندروم، دي برده حاجه يعني بره الرينج بتاع الايج بتاعي، هضطر اخد فيها ايه؟ اخد فيها بيوبسي. باختصار شديد جدا انت عندك النيفروتيك سندروم، الانفستيجيشن بالسكيما العامه عشان ما تتوهش، هشوف اليورين، البلد، البيوبسي. على مستوى اليورين هشوف السي في اس كلر وكاست وكريستلز. هنا الكلر فومي، مش عامله في الكتاب. الكاستس مش هلاقي الكاستس الا لو في اوفرلابنج لمرض تاني زي النيفيتك، هدور على الار بي سي اللي احنا خدناها قبل كده. الفوليوم ما تاثرش، السبستانس الميجور بتاع البروتين وهدور عليه، يا اما خلال ال 24 ساعه، يا اما خلال ساعه واحده، يا اما انيشال انفستيجيشن. في ال 24 ساعه المفروض يكون اكتر من 3.5 جرام، في الساعه المفروض يكون اكتر من ربع، من 40 ملي جرام لكل متر مربع. لو انا خدت لحظيا هعمل نسبه اسمها البيومين على الكرياتينين ريشيو، المفروض تكون اكتر من 2 في النيفروتيك سندروم. البلد تاني هدور على مرض الانفكشن، هدور على نتائج مرض سي بي سي او بروتين او ليبيد. البيوبسي لو انت عندك مشاكل في حاجتين، لو في الريسبونس او في البرزنتيشن. في الريسبونس الواد دوت ما بيستجيبش معايا خالص، او عنده رجوع للمرض شديد فريكوينت ريلابسز. البرزنتيشن الواد دوت جاي لي في عمر انا مستغربه، او يكون عنده الكرياتين عمال يعلى، او عنده هايبرتنشن عنيف، او عنده جروس هيماتوريا، بدا البول ينزل في الدم كده، الموضوع بقى اوفر، وبقى في حاجه اسمها نيفيتك سندروم معايا في الموضوع كده. خلصنا الحمد لله من حاجه اسمها انفستيجيشن. خش معايا على اخر حاجه في العلاج، التريتمنت اوف.